دكتورة ياسمين سعد، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة. النهاردة ممكن نتكلم مع بعض على التغذية السليمة في مرضى الأمراض بتاعة الجهاز الهضمي العلوي، اللي هي بتتضمن أمراض المريء وأمراض المعدة. الأمراض دي مهما كان السبب بتاعها، بلاقي معظم الأعراض اللي بتيجي للمرضى عبارة عن فقدان للشهية، ممكن يبقى ميل للغثيان أو إيفن القيء، ممكن يبقى معاهم التهاب في المعدة، صعوبة في البلع. كل الأعراض دي بتبقى مصاحبة لجزء كبير من أمراض الجهاز الهضمي. كيفية التعامل معاها من الناحية التغذوية تتضمن ان احنا لازم نتفاعل مع المريض ونشوف طباعه ايه في التغذية، هل هو مواعيد الاكل بتاعته ايه، هي سرعة الاكل، بياكل بسرعة ولا لا، محتوى الاكل نفسه بيفرق معانا في النظام الغذائي اللي بنقوله للمرضى، الى جانب العلاج بالادوية المصاحب لكل مرض من الامراض اللي سببها الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها. وبالتالي فاحنا معظم الاوقات بنقول للمرضى لو سمحتم لما نيجي ناكل ما ينفعش اكل وانام، لازم على الاقل يبقى في ساعتين لثلاثه بين اخر وجبه وبين النوم، بالذات لو كان في صعوبه في البلع لازم اكل وانا قاعد علشان ما يحصلش ان الاكل او السوائل اللي بتتاخد تدخل في المجرى الهوائي وده ممكن يسبب مشاكل. بنقول لهم لو سمحتم بالذات لمرضى الارتجاع لازم نقول لهم نخلي بالنا لما نيجي ناكل ننام دايما راسنا تبقى عالية على مخدتين أو نرفع السرير ولو بأي حاجة تحت الرجلين لو النوم على مخدتين بيسبب صعوبة، ما يبقاش في اللبس الضيق، لازم يبقى اللبس الفضفاض، لما نيجي نوطي ما نوطيش لقدام، ننزل على ركبنا، وده كله بيقلل من وجود مرض الارتجاع. لما نيجي ناكل نخلي دايما نبعد عن الحاجات الحمضية زي البرتقال والليمون واليوسفي، نبعد عن الشطة والبهارات الفلفل، أكيد طبعا التدخين من الحاجات اللي بتساهم في كل الأعراض اللي احنا اتكلمنا عليها، وبالتالي لازم نوقف التدخين، وده طبعا بيبقى صعب لازم نوقفه بالتدريج، بالذات في المرضى المدمنين للسجاير بصفة كبيرة لفترة طويلة والكمية كبيرة. الكحوليات من الحاجات برضو اللي بنقول للمرضى بتوعنا لو سمحتم برضو ما تتخدش. بعد كده هو بنقول لهم الوجبات بتاعتنا تتاخد على مرات كتيرة، كل مرة وجبة صغيرة، نقسم الفطار على مرتين، نقسم الغداء على مرتين، نقسم العشاء على مرتين، نبعد دايما السوائل عن الوجبة الأساسية، يعني ما ينفعش أكل وبلع بمية أو بلع بعصير أو بأي حاجة، على الأقل نص ساعة قبل وبعد الوجبة، علشان ده هيساعد في وجود الأعراض اللي سواء كان الغثيان أو إحساس الامتلاء اللي بيحصل في بعض أمراض. لما نيجي نتكلم احيانا بعض العيانين اللي عندهم فقدان للشهية، نبتدي نتكلم ونقول لهم لو سمحت لما نيجي نقدم لهم الاكل نقدمه من ما يبقاش سخن، ممكن يبقى درجة حرارة الغرفة او ممكن يبقى ساقع، علشان بيبقى عندهم استقبال لروائح مختلف عن استقبال المرضى العاديين، وده اللي بيخليهم ما يقدروش ياكلوا. نبعدهم دايما عن المطبخ، ما يقعدوش جنب المطبخ وهو الاكل بيتعمل، لان ده بيزود من فقدان الشهية. نقسم الوجبات وكل مرة نقلل من الدهون، لأن الدهون بيزود من إحساس الغثيان أو الحرقان في مرضى الارتجاع أو حتى في مرضى الامتلاء للمعدة. بنزود القيمة الغذائية للأكل، إن احنا ممكن نضيف أكتر من حاجة مع بعض، ومنها طبعا الأملاح المعدنية اللي بتزود الشهية وبتقلل من مضاعفات قلة الأكل. لما نيجي نتكلم عليهم نقول لهم برضو إن أحيانا بعض الأدوية بتتفاعل مع الأكل اللي احنا بناكله، فدايما الأدوية يستحسن دايما ناخدها يا إما قبل الأكل بساعة يا إما بعد الأكل بساعة، علشان ما يقللش من امتصاص الحديد أو من امتصاص الكالسيوم أو من تعارض بينهم وبين بعض. شكرا.